السلام عليكم، معكم الاخ ديال سميحه اللي قتلها الشيخ بالبندقيه ولا حفل بير. اللي كيقول هو قال لي قتلتها بالبندقيه ولا حفل بير. جينا درنا شكايه بشي ناس معاه بان هذا السيد راه ماشي بوحدو، السيد ماشي بوحدو، معاه شي عصابه معاه. هذا هو المشكل اللي كنطلبوا السيد وكيل العام ديال اسفي، راه خدام معنا الله يرحم ليه الوالدين، كل الله يجازيه بخير باش يفتح تحقيق في كل شيء ان شاء الله وتبان الحقيقه. هذا السيد عون سلطه، السيد عون سلطه راه طاغي عندنا في المنطقه. واش غنقول لكم الناس اللي معاه تما ها جماعه سيدي محمد المرزوق قياده مرامر اقليم الصويره، هذا السيد راه طاغي ومعاه شي عناصر اخرى. وشكرا للسيد وكيل العام لانه فتح تحقيق في هاد الناس كاملين اللي معاه، حيت السيد ما يقدرش يقتلها بالبندقيه ديالو ولوحة في البير غير هو اعترف باش ما يبينش الناس اللي معاه. وقال لهم علاش قتلتها على اساس تصاور كتصورني كتبتز بيا، ما يمكنش تبتز وتصاور وغادي يقتلها ويلوحها في البير، بانه هاد السيد كاين شي حاجه شي علاقه بيناتهم من غير التصاور وهادشي، هادشي اللي كان. والسيد وكيل العام مشكور من هذا المنبر بانه راه خدام معنا الله يرحم ليه الوالدين والناس كلشي ديال محكمه استئناف راه خدامين معنا الله يجازيهم بخير الله يرحم ليهم الوالدين. ونتمنوا يبان لينا حقنا في هاد الناس، هادو راه ظلماء راه كيظلموا الناس. السيد اللي قتلها بندقيه ولا حفبير وست اشهر هو كيتسارى ما حس بحاجه بانه راه مولف هذا كيقتل وكيدير، ترى تقتل هذا عمو الشك كتلقاه في الطريق تضربو كتبقى الليل كامل تحلم به، ما بالك انسان خالق الله شنو غايقول مع الله، ما بالك العبد شوف مع الله شنو غايقول. وشكرا. السلام عليكم، زكريا بن الشقر لا فامي ديال الضحيه ديال سميحه الغازي الله يرحمها في هذا النهار. اخويا كاين مشكل عندنا ديال هذه الجريمه الشنعاء اللي وقعت في الوسط العائلي ديالنا وفي الوسط الاجتماعي ديال المغاربه كاملين، وهادشي كاين دليل جبين وهادشي كيضر في الخاطر. اش نقول لك، ما كاينش يعجز اللسان عن التعبير ويعجز القلب على التعبير، لان هادشي ما يبغيش شي حد يلقى راسو فيه وما تبغيش شي عائله تلقى نفسها في الوضع اللي فيه الضحيه سميحه ولا الاب ديالها ولا الام ديالها. هادشي بصيفتي انا من العائله ما نكذبش عليك ضرني مرضني بزاف، ما بقى فينا الحال، ناس كيتعداو على بعضياتهم بواحد الطريقه اللي فيها الامبراطوريه فيها التسلط والسلطه وفيها بزاف د الحوايج. مثلا هاد الشيخ هذا بان لي غير حل ديال القتل، يعني هو شنو كيشوف راسو شنو هو غنسميو هادشي، ما لقيناش لي سميه اصلا، ما لقيناش عنوان لهاد المشكل هذا. كنطلب الله سبحانه وتعالى وكنطلب الناس المسؤولين والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقيه تشوف هذا الملف وتحرص عليه مزيان، لان الناس كتعنى بالسلطه ديالها وكتعنى بالفلوس ديالها. واش نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. هذا السيد هذا بزاف، لانه ملي خدا قرار بينه مع نفسه انه هو يقتل روح ويتشل الشده ديالها ويقطع ويدفن بلا ما ياخذ رخصه ديال الناس المسؤولين، بلا ما على الاقل من الخدمه اللي تجي تدفن خاصك تاخذ رخصه، لان باش تجي تقتل انسان دم بارد وتدفنه بهالطريقه، انا ما عندهاش معنى. وما بقيناش مجتمع، ما بقيناش في دوله، ما بقيناش في قانون، ما بقيناش، ولينا في الغابه كنعيشوا، ولينا وحوش كناكلوا بعضياتنا، القوي كياكل الضعيف. وكيف ما قالت الاستاذه قبيله بان هذيك الارض خاص الناس المسؤولين يلتفتوا لها شويه، لان كتعيش الامبراطوريات، اللي عنده راه هو قد اللي عندك قد اللي تسوى، اللي عنده راه هو اللي حاكم. لان كاينين الناس اقسم لك باليمين وهاد العواشر صيامي حرام عليا، كاينين الناس الا كيتظلموا في حقهم كيمشي لهم ديالهم، والله ما تيقدوا يهضروا في هذاك البلاد، والله ما تيقدوا يهضروا. كاينين الناس والله العظيم الا كيمشي لهم ارض ديالهم، تصور الناس باغا تعيش، باغا تاكل الخبز، باغا شتيوه، باغا توكل، غا تشوفها بهيمات كتاكل كترتاح، بعدها مع مشاكل ناس كرامه، ناس ديال الخير، ناس تدوز تشرب تاكل وتشرب الخير اللي دازت في هذيك الارض. ما عمرنا شنا كاع حنايا بحالو في شي ارض اخرى، تا ولات هذيك الارض بحال الصحراء بسبب هاد البطش وبسبب هاد الطغيان وهاد الظلم ديال هاد الناس هادو. واش تقاتل السيده ستة اشهر اصاحبي وكتاكل وكتشرب؟ انت انسان متمرس، انت انسان متمرس،
انا يكون خويا نقول فيه هاد الهضره، خويا في الحاله المدنيه معايا نقول فيه هاد الهضره. انت مادام انت كتقتل ومرتاح بدم بارد وكتموت الناس، كتقول لهم بان انا راه ما بيني وبينه والو، انت انسان متمرس، انت مجرم. انا نقول لك من هنا لان حشومه وعيب وعار انك انت تحط راسك في الموقف ديال انك تكون عون السلطه وشيخ ديال القبيله وكتمثل القبيله وخاصك تفك المشاكل ديال القبيله، في اخر مطاف لقاوك انت داير جريمه. لقاوك نتايا اللي خاصك تحل المشاكل ديال الجرائم، انت هو مول الجريمه الكبيره، الجريمه ديال انك تقتل انسان بدم بارد، روح خلقها الله. انت شكون كتبت الله؟ شنو نقول لك؟ لا اله الا الله، يعجز اللسان عن التعبير، يعجز القلب عن التعبير. وكنطلب من المسؤولين، انا كنعاوده والناس اللي كيهمهم الامر والجمعيات الحقوقيه في اسف في المغرب كامل، المجتمع المدني، يشوفوا مع هذا الملف، يراقبوا هذا الملف، باش كل واحد عنده صبع في هذا الشيء يلقى الجزاء ديالو. تحياتي للمنبر ديالكم الكريم، وتحياتي للاخ ديالي، وهوشه مباركه مغاربه كامل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.